البيت العائم بديل آخر لقضاء إجازة مميزة مع أسرتك، حيث أنه لا يعترف بالجغرافيا المكانية. من هذا المنطلق، فقد قمنا نحن شركة أمواج الإمارات وبعد دراسة متأنية ببناء هذا البيت العائم. طول هذا البيت 40 متراً، وعرضه 10 أمتار. يعتبر أكبر بيت عائم سجل عالمياً، وهو بمثابة فيلا في البحر تتجول بين الجزر ليستمتع قاطنها بالطبيعة الخلابة والمناظر الساحرة على واجهة بحرية داخل إمارة أبوظبي، التي تتميز بهدوء مياهها وسهولة التنقل فيها. يتكون البيت العائم من طابقين: الطابق الأرضي وفيه 4 غرف نوم مكيفة ومجهزة بكل أجهزة رفاهية مع حماماتها، ويوجد أيضاً صالة مزودة بكل أساليب الاستجمام. وتوجد استراحة بين الغرف والمطبخ للتمتع بجلسة هادئة. ويوجد مطبخ واسع مجهز بكل الأجهزة المنزلية ويطل على البحر من خلال النوافذ الواسعة. في مؤخرة الطابق الأرضي يوجد استراحة واسعة مكشوفة لجلسة شاعرية، متصلة بقاعدة خاصة مجهزة لاستقبال وإنزال القوارب السريعة والدراجات البحرية. يجاورها مستودعين وغرفة للطاقم. في الطابق العلوي غرفة نوم كبيرة فخمة، وحمام وغرفة لتبديل الملابس. لها إطلالة مباشرة على الاستراحة الخارجية.
استراحة أمامية يجاورها زاوية قيادة مجهزة بأحدث الأجهزة الملاحية التي تمكن الربان من القيادة بسهولة وبشكل آمن. البيت العائم مدفوع بأربعة محركات، قوة كل محرك 300 حصان ليمكنه من الإبحار بسرعة 16 ميل بالساعة. البيت العائم مجهز بمولدين للطاقة الكهربائية بقوة 77 كيلو واط. وعلى سطح المركب مهبط خاص لطائرة هليكوبتر